قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. في رواية أبي داود: وإذا وضع عليهم السيف، فإن الوقوع هنا من أي شيء؟ من السيف. لكن السيف ما الذي يوقعه؟ من الذي يوقعه؟ يقع بنفسه؟ أما أن هناك أدوات تحركه؟ نعم هناك. ولذا قال في رواية أبي داود: وإذا وضع، دل على أن هناك أناسا يضعونه. وخص السيف هنا بالذكر مع أن هناك أسلحة أخرى. لما؟ لأن السيف هو أبرز أدوات الحرب آنذاك. وهل وقع السيف في هذه الأمة؟ نعم وقع. ومن الذي أوقعه؟ انظر إلى الجملة التي قبلها: الأئمة المضلون ومن حذا حذوه. فقد وقع في عهد عثمان رضي الله عنه، فبقتله حصلت الفتن التي لا تحصى. ولما وقع السيف لم يرفع إلى الآن، ولن يرفع إلا إذا قامت القيامة. ووقوع السيف في عهد عثمان رضي الله عنه جرت بعده فتن لا تحصى.